كان الاصحاح السادس. وقال بنو الانبياء لإليشع: هو ذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه امامك ضيق علينا، فلنذهب الى الاردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لانفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال اذهبوا. فقال واحد: اقبل واذهب مع عبيدك. فقال: اني اذهب. فانطلق معهم، ولما وصلوا الى الاردن قطعوا خشبا، واذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال: اه يا سيدي، لانه عارية. فقال رجل الله: اين سقط؟ فاراه الموضع فقطع عودا والقاه هناك، فطفى الحديد، فقال: ارفعه لنفسك. فمد يده واخذه. حقيقة دي من ضمن المعجزات اللطيفة والعجيبة اللي عملها إليشع، ان المكان اللي كانوا ساكنين فيه الانبياء كان ضيق، فحبوا ان هم يبنوا مكان اوسع، فقالوا له: تعالى معنا واحنا بنبني. والحقيقة ان هو راح معاهم، وبيدينا مثال جميل لتلاقي الاجيال انها تبني مع بعض. إليشع يمثل الجيل القديم، والانبياء دول يمثلوا الجيل الحديث، وفي تعاون الاثنين مع بعضهم وفي شغلهم مع بعض. لكن ده يورينا قد ايه ان احنا محتاجين لما نيجي نبني اي حاجة ان احنا نبني في وجود ربنا وفي حضور ربنا. الانبياء طلبوا رجل الله إليشع اللي بيرمز حضوره لحضور الله. مش ممكن نبني من غيرك. وارتضى إليشع ان هو يروح ويبني معاهم. وهما بيشتغلوا، واحد من الانبياء وقع منه الفاس بتاعه في المية، فصرخ بأسى شديد جدا لانه عارية. عارية يعني مستلفه، ما هوش بتاعه. برغم ان الامر قد يكون في نظر الناس تافه، ايه يعني يشوف له حاجة تانية، يدفع له ثمنه، يجيب له حاجة بداله، لكن هو الموقف كان بالنسبة له كان كارثة عظيمة، ان هو كيف يستأمن على شيء ويفقد منه هذا الشيء. لكن إليشع يروح جايب حتة خشبة ويرميها فيطفو الحديد. حقيقة ان القصة دي في رمزها يورينا ازاي إليشع كان فعلا يرمز لعمل المسيح في عمله. إليشع غير طبيعة الحديد. الحديد ده بيعمل ايه؟ بيغوص، مش ممكن يطفو. لكن إليشع غير طبيعة الحديد، خلاه يطفو فوق المياه. وده اللي بيعمله المسيح فينا، انه يغير الطبيعة بتاعتنا. الطبيعة بتاعتنا التقيلة اللي بتشدنا لتحت باستمرار، اللي بتغوصنا وتغوصنا لحد ما تغرقنا، الخطية اللي بتثقل حياتنا اللي بتشدنا لتحت، عايزين نستريح، عايزين ننام، وعايزين ان احنا نطبطب على الجسد، مش عايزين ان احنا نجاهد ونضغط على نفسينا. الخطية بتتقل الانسان لتحت. والحقيقة ان بتتقل النفس اللي هي عارية. النفس دي اصلا مش بتاعتي، مش ملكي، ده انا مستعرها من مين؟ من ربنا. فاذا كان هذا النبي اضاع ما ليس له ولا يقدر ان يرده الى صاحبه، وكانت مشكلته كده، فهي دي مشكلتي، ان انا ضيعت اللي مش بتاعي، ضيعت نفسي، نفسي اللي هي اصلا مش ملكي، نفسي دي اصلا انا مستلفها من مين؟ من ربنا، ومش قادر ارجعها له تاني. لكن هو ده عمل ربنا وعمل رجل الله، انه يرد النفس الضائعة، النفس اللي غاصت وتقلت من كتر الخطية، انها تطفو مرة اخرى. العجيبة ان اللي كان سبب طفو الحديد حتة خشبة، عود رماها، والعود اللي اترمى ده والخشبة دي رمز الصليب. الصليب اللي خلانا نطفو بعد ما كنا غصنا بسبب تقل الخطية اللي موجودة فينا. عشان كده انتصار النعمة الإلهية اللي بيبقى فينا بسبب الصليب
على كل نفس غرقتها الخطية والشر والنجاسة والوهم والمخاوف، نفس اللي تقلت من كتر خطاياها ومن كتر شكوكها ومن كتر أوهامها ومن كتر مخاوفها، محتاجة للصليب اللي يقدر يرفعها واللي يقدر يرفعها لفوق. لكن برضك المعجزة دي تورينا ازاي ان ربنا بيهتم حتى بالامور الصغيرة. ايه يعني فاس وقعت؟ لكن ربنا بيهتم حتى بالامور الصغيرة اللي في حياتنا اللي بتتعبنا. تفتكرش ان ربنا بيهتم بالامور العظيمة فقط، ولكن ايضا بيهتم بالامور الصغيرة اللي في حياتنا. لحد دلوقتي احنا شايفين كل المعجزات اللي بيعملها إليشع بتدل على عمل النعمة اللي بتنقذ وتنجي وترد الضائع المسلوب. واما ملك اران فكان يحارب اسرائيل. اتقلب بقى ارام على اسرائيل، وتآمر مع عبيده قائلا في المكان الفلاني تكون محلتي. عملوا كمين واتفق مع عبيده على الكمين. فارسل رجل الله الى ملك اسرائيل يقول احذر من ان تعبر بهذا الموضع لان الاراميين حلون هناك. رجل الله كل شيء مكشوف قدامه، فحذر ملك اسرائيل بالكمين اللي معمول من الاراميين. فارسل ملك اسرائيل الى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه، وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين. يعني العملية دي اتكررت مرات كثيرة. فاقترب ملك ارام من هذا الامر ودعا عبيده وقال لهم اما تخبرونني من منا هو لملك اسرائيل؟ ملك ارام افتكر ان عنده جواسيس لملك اسرائيل، فقال مين اللي بيفتش السر؟ فقال واحد من عبيده ليس هناك يا سيدي الملك، ولكن إليشع النبي الذي من اسرائيل يخبر ملك اسرائيل بالامور التي تكلم بها في مخدع التي تتكلم بها في مخدع مضجعك. فقالوا اذهبوا وانظروا اين هو فارسل واخذه. اذا كان إليشع ده هو سر النصرة، طب نقبل عليه ونخليه عندنا فالنصرة تبقى لينا. فأخبر وقيل له هذا هو في دوثان. فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. فبكر خادم رجل الله اللي هو جحزي وقام وخرج، وإذ جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال غلامه له آه يا سيد كيف نعمل؟ نتصرف ازاي؟ فقال لا تخف لان الذين معنا اكثر من الذين معهم. هو شايف، مش شايف غير ان هو وإليشع اللي موجودين. وصلى إليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات ونار حول إليشع. ولما نزلوا إليه صلى إليشع إلى الرب وقال اضرب هؤلاء الأمم بالعمى، فضربهم بالعمى كقول إليشع. فقال لهم إليشع ليست هذه هي الطريق ولا هذه هي المدينة، اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل الذي تفتشون عليه. فصار بهم الى السامرة. فلما دخلوا السامرة قال إليشع يا رب افتح اعين هؤلاء فيبصروا. ففتح الرب اعينهم فابصروا واذ هم في وسط السامرة. فقال ملك اسرائيل لإليشع لما رآهم هل اضرب يا ابي؟ اموتهم يعني؟ فقال لا تضرب، تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك. ضع خبزا وماء امامهم فيأكلوا ويشربوا ثم ينطلقوا إلى سيدهم. فأولم لهم وليمة عظيمة فأكلوا وشربوا، ثم أطلقهم فانطلقوا إلى سيدهم، ولم تعد أيضا جيوش آرام تدخل إلى أرض إسرائيل. حقيقة أنها موقف لطيف جدا، يورينا قد إيه النفس اللي مرتبطة بربنا تقدر تواجه المشاكل او الضيقات او الكوارث اللي بتحل بيها. ده دول ناموا واستيقظوا فجأة ولقوا كل شيء انقلب حواليهم وضدهم.
الليلة اللي قبل كده نايمين مطمئنين مفيش حاجة، ولكن فجأة لقوا ان كل شيء تغير ومفيش امان، جيش والجيش بيوصفوا انه جيش تقيل جدا، ودون اي توقع او استعداد للهرم فجأة لقوا نفسهم قدام هذا الموقف. خطر حدث بكيفية لا يمكن ان هم يفلتوا او يهربوا منها. الغلام فزع لانه مش شايف حاجة، لكن إليشع لأن رؤيته كانت واضحة وعنده البصيرة الروحية كان مطمئن، ما فزعش قدام الانقلاب اللي حصل بين يوم وليلة، لأنه كان شايف إن في جيش حقيقي. الجيش اللي شايفه من مركبات وخيل ده جيش مش حقيقي، دول كلهم بشر، لكن الجيش الحقيقي اللي شافه هو جيش من الملائكة. وكان اختباره الحلو إن ملاك الله حال حول خائفيه وينجيهم، يرسل ملائكة ليحفظوك في ايه؟ في طرقك. وكانت الصورة اللي شايفها ما هياش وهم او خيال او انسان نايم على نفسه وبيحلم، لكن دي كانت حقيقة، لدرجة انه طلب من ربنا ان يكشف عن عينين الغلام، فقال له اكشف يا رب عشان يشوف ان اللي معانا اكتر من اللي علينا. وهي دي الحقيقة اللي الانسان بينساها باستمرار لما بيلاقي الظروف حواليه لخبطت. حبيبي اعرف ان المنظور في الحياة اللي احنا بنشوفه في الدنيا هو اقل بكثير جدا من الاشياء اللي موجودة في العالم الغير منظور، لان الغير منظور اعظم واجمل واقوى وارهب. اللي احنا بنشوفه ده لا يذكر مهما شفنا تجاه الغير منظور، لكن الغير منظور محتاج الى بصيرة، مش محتاج لعينين مادية، محتاج لبصيرة روحية تستطيع ان ترى الله وملائكته وقواته وجيوشه. احنا لما بنروح نتفرج على منظر عجيب او جميل يا بنقول يا ده حلو قوي، ده المنظور. المنظور ده ما يجيش حاجة بجانب الغير منظور اللي احنا مش شايفينه، لكن محتاجين للرؤية اللي تقدر تخلينا ان احنا ندرك هذا الغير منظور. عشان كده صلى ربنا وقال له افتح عيني الغلام لكي ما يرى. ممكن تكون دي طلبتنا يا رب، افتح عينينا على الغير منظور، بدل ما احنا عينينا مركزة على المنظور القليل، افتح عينينا عشان نشوف المجد بتاعك والسماء والملكوت والملائكة قديسين، حياة البر والطهارة، بدل ما كل اللي احنا بنشوفه بنشوف حياة الشهوة والنجاسة والغدر والخيانة والألم. فين النفس اللي عينيها مفتوحة على الحياة الروحية؟ في الكلمة الجميلة اللي قالها الأنبا أنطونيوس للقديس ديديموس الضرير، قال له انت زعلان عشان ما بتشوفش، احنا لينا العينين اللي بتشوف بس للأسف ما بتشوفش غير الحشرات، لكن انت ليك العينين اللي بترى بيها الملائكة والقديسين وامجاد السماء. فكان هذا الموقف او هذه القصة بتكشف باستمرار ان الذين معنا اكثر من الذين معهم. عشان كده الانسان اللي هيعيش مع ربنا هيختبر هذا الاختبار، مفيش حاجة تقلقه، مفيش حاجة تزعجه حتى لو الحالة اتقلب بين يوم وليلة. لكن في رمز جميل جدا إليشع بيعمله لما يجي ملك إسرائيل ويقول له أضرب أنتقم لك منهم، دول جايين يقبضوا عليك، دول جايين يموتوك، دول جايين ياخدوك، أضرب. قال له لا، تضرب اللي انت ثابتهم بقوسك وبسيفك وبقوتك، لكن دول أولم ليهم وليمة، أعمل لهم وليمة. ففعلا يعمل لهم وليمة عظيمة. وهنا إليشع يصير نموذج جميل جدا لمحبة المسيح حتى للذين صلبوه. المسيح بس اللي صلبوه قال لهم ايه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. دول هتموتهم ليه؟ دول هم مش عارفين هم بيعملوا ايه، دول هم بينفذوا أمر ملك. أكلهم وشربهم، إن جاع عدوك فطعمه وإن عطش فاسقيه، لأنك بهذا تضع جمر نار على
رأسه. والعجيب ان قدام محبة إليشع يقول ان جيوش ارام لم تعد تدخل اسرائيل مرة ايه اخرى. قد ايه ان المحبة لما بتكون فعلا من قلب نقي وقلب حقيقي بيحب تبقى محبة غالبة ومنتصرة، مهما كان الشر قدامها ما يقدرش ابدا انه يهدمها او يأثر عليها. لكن على حسب وعادة البشر باستمرار ان الناس بتتغير، قعدوا فترة ما بيحاربوش اسرائيل، لكن بعد زمن يقول وكان بعد ذلك ان بنهدد ملك ارام جمع كل جيوشه وصعد فحصر السامرة. برغم من الخير والمجاذاة اللي عملها إليشع مع جنوده، إلا إنه بعد شوية جمع الجيش كله وطلع وحصر السامرة اللي هي عاصمة مملكة إسرائيل. الناس طبعها متغير، تتغير بسهولة خالص وبتنسى الخير. وكان جوع شديد في السامرة وهم حصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة. خدوا بالكم اشمعنى رأس الحمار؟ لا، ده الحمار ده في حكم الشريعة ايه؟ حيوان نجس ملوش ثمن، فالنجس واللي ملوش ثمن صار بثمانين من الفضة. يعني ده دليل شديد قوي على شدة الجوع اللي حصل، يعني يقصد بيه الحمار كله. وربع القاب من ذبل الحمام، شوفوا قد ايه مخلفات الحمام، بخمس من الفضة. وبينما كان ملك اسرائيل جائزا على السور، صرخت امرأة اليه تقول خلص يا سيدي الملك، ناس جعانة. فقال لا يخلصك الرب، من اين اخلصك؟ امن البيضر ام من المعصرة؟ يعني ما كانش ربنا يخلصك انا هخلصك منين؟ لحيلتي بيضر، البيضر ده مخزن القمح والمعصرة ده مخزن ومعصرة الخمر، خلصتك منين؟ هعمل لك ايه؟ ثم قال لها الملك ما لك مالك؟ فقالت ان هذه المرأة قد قالت لي هاتي ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا. فسلقنا ابني واكلناه، ثم قلت لها في اليوم الاخر هاتي ابنك فنأكله، فخبأت ابنها. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مكتاز على السور، فنظر الشعب إذ مسح من داخل على جسده. شوفوا شدة المجاعة، ان هم ابتدوا ياكلوا اولادهم. انتوا عارفين ان المجاعة باستمرار كان في العهد القديم عقاب من الله للشعب لما الشعب بيبعد عنه. حتى في أرميا في المراسي يقول كده ايادي الامهات الحنائن طبخنا اولادهن. فشوفوا قد ايه المجاعة وصلت بسبب الخطية وبسبب الشر. فاذا كان نقص الطعام الجسدي خلى الامهات تاكل ولادهم، فما بالكم بقى لو نقص الطعام الروحي والحياة الروحية، الناس هتعمل في بعض ايه؟ كان عشان لقمة العيش الغذاء الجسدي الناس بتاكل بعضيها، طب لما ينقص الخبز الروحي والحياة الروحية الناس هتعمل في بعض ايه؟ فده كل الجوع ده كان بسبب ان شعب اسرائيل ما زال بعيدا عن الله، وملك اسرائيل ما زال متمسك بخطايا اربعام، حتى وان كان من جوه لابس مسح. وانتوا عارفين المسوح دي بيلبسوها ايه؟ التيبين، علامة التوبة. بس خدوا بالكوا ان تذلله هنا كان تذلل شكلي، وتوبته توبة شكلية، لانه هدفه من التوبة مش اعادة العلاقة مع الله، الهدف من التوبة انه ينجو منين؟ من العقاب. خدوا بالكوا من الحتة دي، لان احنا في اوقات كتيرة بنتوب مش هدفنا ان احنا نرجع العلاقة اللي بيننا وبين ربنا والحياة اللي بيننا وبين ربنا. هدفنا من التوبة ان المصيبة تبعد عنا، او الضيقة او الاحتياج اللي عندنا يتسد. عشان كده كانت حتى في شكله هو شائق هدومه والشعب كله بيتفرج عليه وهو ماشي من على السور اعلى حتة في المدينة،
ان كان في رغبة للملك للخلاص، لكن كان حزنه وندمه على العقاب فقط، مش من اجل ان هم تركوا ربنا واهانوا ربنا. لكن شوفوا ازاي هتصرف هذا الملك عشان تعرفوا ان توبته مش كاملة. فقال هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد. ان قام رأس إليشع ابن شافات عليه اليوم، قال عمل سبب المجاعة والجوع اللي عنده ده في مين؟ في إليشع. ما بصش لخطيته، قال ان كل ده بسبب إليشع، كل ده ملك أرام عايز إليشع، طب ما ياخده. ملك أرام عايز إليشع ما ياخده، عشان كده قرر انه يقتل إليشع ويتخلص منه، بدل ما يدور ان سبب المجاعة هي خطيته وخطية شعبه، رمى خطيته على حد تاني، رمى خطيته على إليشع. عشان كده قرر ان هو يموت إليشع في هذا اليوم. زي ما احنا لما بنشوف الدنيا عكت حوالينا والظروف وحشة بنتهم الاخرين ان هم السبب، وننسى ان احنا اللي كنا سبب المشاكل اللي حصلت في حياتنا. وكان إليشع جالسا في بيته والشيوخ جلوسا عنده، فأرسل رجلا من أمامه، وقبلما أتى الرسول إليه قال للشيوخ: هل رأيتم أن ابن القاتل هذا قد أرسل لكي يقطع رأسي؟ ابن القاتل يقصد مين القاتل؟ أخاب، أخاب أبوه اللي قتل نبوت اليزرعيلي. لكي يقطع رأسي، انظروا إذا جاء الرسول فاغلقوا الباب واحضروه عند الباب. أليس صوت قدمي سيده وراءه؟ وبينما هو يكلمهم إذ بالرسول نازل إليه، فقال: هذا الشر هو من قبل الرب، ماذا أنتظر من الرب بعد؟ قال لهم: الشر ده من ربنا لأجل تأديبكم على الخطية، مش بسبب إليشع. خدوا بالكم في التطابق الجميل ما بين إليشع وإيليا. لما حصلت المجاعة الأولى الأنظار كلها اتجهت ناحية إيليا، وأخاب اتهم إن إيليا هو سبب المجاعة. نفس الوضع الملك الثاني ده لما حصلت المجاعة بص ناحية إليشع كأنه هو السبب. وده يورينا إن ربنا كان بيتعامل كتير مع شعبه عشان يتوبه. ربنا ما ضربش شعب اسرائيل للهلاك كده مرة واحدة، ده كان بيديهم انذارات مرة بالضيق ومرة بالكلام ومرة باللين ومرة بالاحسان ومرة يدخلهم في تجارب عشان الشعب ده يفوق. لكن لما اصر هذا الشعب على عناده وقساوة القلب والرفض، ما كانش فيه بد الا من خراب ايه؟ المملكة كلها.